الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أول حاجة نقول الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا للقيام بهذه الحلقة التي إن شاء الله ستتواصل في الأيام القادمة إن شاء الله، وهي من باب قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالحلقة دي إن شاء الله تقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لله عز وجل. أبداً هذه الحلقة ما قامت هي أن تكسب منها تكسب مادي ولا معنوي ولا أي حال، إن شاء الله هي لله، تكون خالصة لله عز وجل، نسأل الله يتقبلها منا ومنكم. ما جاينا شلينا قرزول ولا عندنا منديل بنفرشه ولا بنبيع حجاب، بنقول قال الله وقال الرسول، وده الدين الذي أمر الله كل مسلم باتباعه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ربنا يأمر الناس أن يتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم، الدين الحق، الكتاب والسنة، الذي فيه قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهم لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا الذي يقال، أبدا ما بنقول لك والله الشيخ فلان قال، ولا عندنا طريقة بندعو لها ولا حاجة، قال الله وقال الرسول، ماذا نبيع منك شيء؟ كلام بنقوله إذا سمعت ورأيت أنه وافق الكتاب والسنة وعرضت على الكتاب والسنة. وده الواجب على المسلم، أنه أي كلام مننا نحن من غيرنا من أي حلقة يعرضوا على الكتاب والسنة، إذا وافق الكتاب والسنة شيلوا يا زول، وده الحق. وإنت تسأل أي زول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إذا فيه قال الله قال رسوله اتخذه واعمل به. ما لقيته مخالف كتاب السنة مننا نحن رده من أي مخلوق، لأن ربنا عز وجل ما بيسألك ما اتبعت فلان إلا ما اتبعت شيخ الطريقة ولا رئيس الحزب، بيسألك في قبرك عن اتباعك للكتاب والسنة. ما دينك؟ ما نبيك؟ ما تقول في الكتاب الذي أنزل إليك؟ ده البعدين الذي ستسأل عنه، الكتاب والسنة، قول الله وقول رسوله. ما بيسألك من حاجة، عشان كده الواحد المسلم عليه أنه يعرض كل الأعمال وكل الأقوال وكل الطرق وكل الأذكار والأوراد، كل شيء يعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يمشي لله عديل في صراطه المستقيم الذي يرجوه كل مسلم. أي مسلم دائر الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم ده والله ما بكون إلا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما كان عليه الصحابة. خلي بالك، حاجة ما كانت في عهد أبو بكر وعمر دي ما صراط الله المستقيم، دي ربنا أجاب دعواهم، ربنا أجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ما كان عندهم طرق، أزأل نفسك في طريقة سمة تجانية في عهد الصحابة، في أحد التابعين، في مكاشفية، في سمانية، في قادرية، في طرق، في أخوان مسلمين، في غيره. ما في جماعات، ما في أوراد، ما في أذكار غير التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده الطريق البنجي، وده الطريق اللي بتفلح به. الطريق الأول طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. يقول الله جل وعز في كتابه الكريم في أول آية أمر الله فيها أمر في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ده أول أمر، وده يجب على المسلم ونحن مارقين من رمضان يعرف الكتاب ويعرف آياته، ويعرف عندما يسأل عن أول أمر في كتاب الله عز وجل فيجب أن يعرف هذا الأمر ويبحث عنه، وهو في سورة البقرة. أول أمر، أول آية أمر فيها الله عز وجل: يا أيها الناس
لجميع الناس: اعبدوا ربكم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في تفسير ابن كثير قال: اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم. اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم. وحدوا لأن العبادة أكان ما فيها توحيد ما هي عبادة أبدا. لذلك كذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه عند قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون، قال: يعبدون يوحدون. لأن العبادة إذا ما كانت لله وحده لا شريك له دي ما هي عبادة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضى الله وحكمه، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعني يعبد وحد توحيد، يبقى عبادة، صلي الصلاة لله عبادة، ولم تكن موحدا ديما نسمي عبادة، ولم نقول عليك عبدت الله. لأن العبادة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يعني صليت لي الله ومركت من باب المسجد، يا رسول الله تلحقنا، يا السادة تلحقونا، يا الأولية تلحقونا، والله بيقول لا صلى لا شيء. لأنه أنت لو صليت لله وحده واجب عليك تدعو الله، تدعو الله وحده. لأنه زي ما الصلاة عبادة الدعاء عبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. زي ما بيصلي لوحده، أسأل الناس لما تقول لي في شريك يقول لك يا زول نحن صلينا ليه الشيخ؟ أنت إذا مع الزول ده ما فهم العبادة معناته، وقال الصلاة وحد العبادة، لا، في عبادة عبادات كثيرة غير الصلاة. وكل هذه العبادات أي واحدة منها صرفتها لغير الله أنت مشرك. صليت لغير الله، لشيخ، لغيره، للرسول، أنت مشرك. دعيت، لأنه الدعاء ده حق الله وحده، دعيت الشيخ، دعيت أهل الطريق، دعيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق، أنت مشرك. لأنه العبادة دي ما حقت النبي ولا بالدول النبي، دي حقت الله، الله عز وجل. وقضى ربك أي يا رسول، ربك أنت يا رسول، ألا تعبدوا إلا إياه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. أحد دخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر، الصحابة، الأولياء، كلهم يدخلوا في هذه الآية: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قلنا العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد الذي خلقكم والذين من قبلكم. ليه نعبدك؟ لأنه الخالق، أنت بتعبده لأنه خلقك. في زول خلقك مع الله عز وجل، في زول خلق فيك شعرة خلق مع الله، في أحد، في ولي، في شيخ طريقة خلق فيك شعرة عشان تنادي وتحالب به وتدي حق الله، عشان تخاف منه كخيفة الله. خلق فيك شنو؟ الذي خلقكم، الله عايل لنفسك دي كلها. في زول خلق معك حاجة؟ في أحد خلق فيك شيء؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم، القبان كلهم، هل من خالق غير الله عز وجل؟ لعلكم تتقون، تتقون الشر، تتقون المعاصي، تتقون النار يوم القيامة وفي القبر، لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، الذي جعل لكم الأرض فراشا، الواطضي مهدها الله عز وجل وسهلها للسكنة. في زول عنده حاجة في الواطضي، خلق في الواطضي مع الله. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، ربنا يذكرك، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ربنا يذكرك هنا أن الذي رزقك هو الله وحده، وحده هو الرزاق، ما في شيء يرزقك مع الله عشان تنادي وتنده وتخاف منه وتمرق له. الذي يخرج الماء
وينزله من السماء هو الله. والآية دي لو زول تدبرها بتحل لنا كثير من المشاكل الموجودة في كثير من مناطق السودان. يقول لك والله الشيخ بنزل المطرة، يقول لك عن بعض الشيوخ، عن بعض الشيوخ يقول لك بيعماها في سماها. وربنا هي يقول والذي أنزل من السماء ماء، الله هو الذي أنزل الماء، ما في شيخ نزله، الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. الرزق المرق من الواطدي أخرجه الله عز وجل وحده لا شريك له رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا. أسوى الحاجات دي كلها، هل في أحد يستحق يعبد معه، يحلب به معه، ينادوه معه، يخافوا منه زي خيفة الله، يحب مع الله؟ في أحد؟ فلا تجعلوا لله أندادا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول في حديث يونس وزعود أن تجعل لله ندا، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله، أعظم ذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، خلقك ورزقك ونزل لك المطر وسوى لك الواطة والسماء، وتنده معه وتنادي معه، تنادي وتنادي غيره، تحلب به وتحلب به غيره، ده أعظم ذنب. تخاف من غيره، ترجو النفع من غيره. يقول الله تعالى للرسول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين، فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يا أخي كان في ضر، ربنا قال فلا كاشف له إلا هو. هو ذي ترجع لي الله، الحجاب بتاع الشيخ أتدخل هنا شو؟ ربنا قال أنا اللي بكشفه. وإن يريدك بخير في رزق، ماذا اللي حجاب لي برزق؟ وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، في رزق جايك ما في حجاب بيجيبه لك، وما في عوارض بيمنعه منك، بيجيك. ربنا قال ما راد لفضله، ما تقول في عوارض نجيب حجاب. ربنا قال لك فلا راد لفضله يصيب به من يشاء، ما في عوارض. وكان في ضر، ما في حجاب بيكشف عنك، فلا كاشف له إلا هو. والإنسان بيقول في صلاته اللهم لا مانع لما أعطيت، بعد الصلاة بتقولها، لكن الناس ما فقيها، ما عارفة بتقول في شنو، ما بتفقه ما تقول. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، بتقول الكلام ده إنه ما في حاجة منع الله تعطى، ولا في حاجة أعطى الله تمنع. إذا لازمة الحجبات شنو؟ واحد يقول لا يا شيخ يخدمها من القرآن، دي سبب، السبب ده من القرآن. القرآن ده كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولا ما عنده؟ كان بيقرأ ولا لا؟ ولا هو انزل على ابن ذاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبت انه سوى لي حجاب يا ناس؟ هل ثبت ابو بكر وعمر سووا لهم حجابات عشان يسووا لنا السبب؟ حتى القرآن، لأن رسول الله الذي انزل عليه ما اتخذوا حجاب وعلقوا سوى سبب ابدا، ولا ربنا امر بذلك. فأنت لما تسوى الكلام ده يا إما أشركت بالله، وكذلك سويت حاجة ما عمل الرسول. أصل لو كان الحجاب ده فيه خير كان علقوا الرسول، وزي ما قال لك أخونا الرسول يتضرب وتكسرت رباعته وفي الطائف وتميت قدماه حتى صار لون نعلاه دما، نعلانه كان اللون دم. القرآن هو في صدره، لو كان بيسوي كده ما كان يربطه. لكن رسول الله يعلمنا والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك بأن كل ذلك بيد الله عز وجل، وأن هذه التعليقات ليس سبب أبدا، ما هي سبب. وإذا تبقى قرآن، والله لا قرآن لا شيء. الآن لو وجدت كتب الطرق الأشياء التي تكتب كلها عبارة عن أسماء وكلمات بتعجم، والله العظيم الحجبات كلها أرقام وتلقاها حروف وكل شغل جن. وقل لي قرآن هما قرآن بل كله جن. وحتى لو قرآن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوا والصحابة ما فعلوا ما فيه خير، تب فعلى المسلم انه يتوكل على الله. فتوكل، الزول يتوكل على الله
وحده لا شريك له، بذلك ينجيه الله ويتخذ الأسباب. قلنا في أسباب شرعية إذا تحافظ على نفسك، في تحصينات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا الكلام ده. في أذكار بتقوله واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد لو خرج، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يخرج من بيتي بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال له الملك وقيت وكفيت وهديت، ويتنحى الشيطان عن طريقي. ياخذ ذكر نبوي وامر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا قرش فيه ولا تعريفه. توكل على الله بقلب خالص، بسم الله توكلت على الله، ما متوكل على الحجاب، ما متوكل على شر، على الله رب السماوات. لا حول ولا قوة إلا بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول الملك وقيت وهديت وكفيت، يقيت وهديت وكفيت، ويتنحى الشيطان عن طريقي. فزول الدائر لأسباب يأخذ بالوحي، ده كلام قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما تلقاه إلا من ربه عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأقول ما تسمعون، وقدم الأخ نبيل. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.